اليوم في عز هاد الأزمة اللي كندوزو منها، ولأننا جميع مجندين باش نوقفوا مع بلادنا ونتجاوزوا هاد الوباء، ما يفوتناش نشكروا الناس اللي كيتقاتلوا في الصف الأول وكيضحيوا براسهم باش يحميونا. نشكروا الأطباء اللي كيعالجونا، الصيادلة اللي كيوفروا الدواء 24 ساعة على 24 ساعة، الشرطة اللي كتضمن الأمن، والجيش اللي كيسهر على الطوارئ، والقوات المساعدة اللي كتنظم، والإسعاف اللي ما تينعسوش، ورجال ونساء التعليم اللي كيضحيوا من أجل وليداتنا، أما للحوانت والخضارة والجزارة اللي كيوفرون لنا المؤونة، ورجال النظافة اللي كيسهروا على نظافة بلادنا. شكرا لكم كاملين، ديما احنا مغاربة.